Mariam dilatoch Yohanan dam doch enu nehu en loch en fison ehlofain etraham alain baslut emodi letoch wat kulhun qadi shaker amrmo. God
بطرس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بارخمور. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب حتى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح إنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، حتى يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات إن كان الأموات لا يقومون البتة؟ فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم، إذ كنت كإنسان قد حاربت وحوشاً في أفسس، فما الفعى لي؟ إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب، لأننا غداً نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الحسنة. بارخمور. برتود ملي حيوت ضالو توانجيليون قد يشوت موران يشو امشي حد ميت قرانا سلامو الكل خون اشهولان مريالو عمرو اليوم قد يشود مران يشو عمشي حوك ورزوتو محيانيتو من متى يشليحو مخرزون ودمخرز حي فرقون اذ علمو اختيتو واعتني فيت شبحون شلو عيش علت فرقونان وعلى كل الرحمة والعلمي زبنو خيل بقي امتد مران والوهان وفرقو ذلان يشو عمشي حو الو مرتد حادث بسار ممتلتو قادشتو مريم هولندين هو خان هواي مودنا وبعد السبت عن اول الاسبوع
جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر وإذا زلزلا عظيمة قد حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس فوقه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج ومن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كالأموات فأجاب الملاك وقال النسوة لا تخفن أنتن قد علمت أن كنا تطلبن يسوع المصلوب إنه ليس ها هنا لأنه قد قام كما قال تعالينا وانظرنا إلى المكان الذي كان مضطجعا فيه الرب واسرعنا واذهبنا وقلنا لتلاميذي إنه قد قام وهو يسبقكم إلى الجليل وهناك ترونه ها أنا قد قلت لكنا فخرجنا مسرعات من القبر بخوف وفرح عظيم وبادرنا ليخبرنا تلاميذه فإذا يسوع لاقاهن وقال سلام لكنا فدنونا وامسكنا قدميه وسجدنا له وحينئذ قال لهن يسوع لا تخفنا اذهبنا وقلنا لإخوتي ليذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني وفيما هن منطلقات أتى قوم من الحراس إلى المدينة فأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما حدث فاجتمعوا هم والشيوخ وتشاوروا وأعطوا الجند فضة كثيرة وقالوا إن التلاميذ أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإذا سمع هذا عند الوالي أقنعناه وجعلناكم مطمئنين فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فذاع هذا القول عند اليهود إلى اليوم وأما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فدنا يسوع وكلمهم قائلا إني قد أعطيت كل سلطان في السماء والأرض اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء العالم شينو وشلومو الكل خوم لكلان رحمة وحنونه من مريم نبعي مريم رحمونه رحم علينا وعذارين تشبحتو توديتو هدرو قلوسو رمرم ورابطو بطلو بطيل أمينو يدكل زبان وبكل عيدون نشتود ناسك حمدا لله قنيم الثلاثة القدوسة
الإله الواحد الحق الساكن في قدس الأقداس باحتجابه غير المدرك الذي تخدمه الأجناد القدسية خدمة روحية وقد ارتضى بفضله السابق أن يخدمه البشر الأرضيون وهو واهب المنح واللآلئ الإلهية ومجمد الأحبار ومكمل الكهنة وكاشف الرموز ومتمم الشرائع وقابل الذبائح ومجيب السؤالات طوبود ليشبحو ويقرب ونعيدون الشملو إذا بحتو ديالويتو وبكل هون عيد وعيدوني وشوعي وزبني كل هون يوموت وضحايا إن العلمين هم اليوم رحمون ووقتهم وذبهم حسيون هم روزي والانقاذ شو اسمه متسمين من ذاوي عطرت باسم حسيونو خلم دكيونو شبوقو وعطويو لحويو لمتعدون البيشوتان حياة مريولو بمرحمونو تضحبوخ لحطو هاي ساقية راور بودلو متمنين لحطو ها وتكل عامو ديلو خمهاي منو مريولو حسطو بوترحام علين الدخرين مريولو دخر نفشوتان نفشوتو دابوهاين ودحاين ودرابوناين ودعاني داين ودكون عاني دمهاي مني يلد دعيتو ديلو قادشتو ومشا غبحتو أنيح مريولو نفشوتون روحوتون فغريهون رسطال ودرحم ودحنون وعالقر ميهون حسو يوم حسيون ولن والهون مشيحو ملكان مريو موران موروت تشبحتو وعني لن مور طوليولان طول عدرونان طفرقلان قابل مينان فرمان وصلوتان تخشوتان وعبار مريولو برحمايك كل مردوتو قشيوتو والشبط مشي مدرسو مينان بمرحمونو توخ مريو قلبات الوعبار والحرتو طبطم شمليتو هديت القبر دشلومو مورد شينو دشلومو اشو الكولان والشلومو خريستيونو يودف شوفر صبي مورد تخمان علان لخ شبحو لخ توديتو مسقينان هوشو وبكل سبان العلمين أيها الرب الجبار أعني ونجني من الشرير بقوتك إنك يا رب بنعمتك تأنست من البتولة القديسة مريم من أجلنا لا تنبثنا من أمامك لكن ارحمنا وساعدنا
تحت أكناف صليبك استرنا من جميع الأفكار الشريرة خلصنا من خيراتك وبركاتك أشبعنا مع مدعوي ملكوتك والمتكئين في لذذنا في المتكأ الروحي بجانبك الأيمن أجلسنا فنؤدي لك نحن وسائر موتانا المؤمنين المديح والشكر ولأبيك ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين مريون كابير وسيو خلان وادار بصلا وطو من الون قابل حسوات حوبي والشبقون وضحطوه بتريهن علمي العلم علمي إنو دين عبدهم حيلو حطويو ضالون ويمار قديش أبو قديشو آمين قديش برو قديشو آمين قديش روحو حيو قديشو دم قديش فرمت حطو يا عبدي كات حيس ومترحم عن نفشوتان ونفشوت ودابو هاين ودا حاين ودرابون هاين ود عنيدين ود كلهن عنيد مهيمني يلد دعيتو ديلو قادشتو ومشابحتو بتريهن علمي العلم علمي فرسكم قم شافير كلام بصلوت كانونم يقرو ضالون عني ونيمار نؤمن بإله واحد آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء والدة الإله وصار إنسانا وصلب عوضا عنا في عهد هيلاقس البنطي تألم ومات ودفن وقام في يوم الثالث كما شاء وصعد الى السماء وجلس عن يمين الله الاب وايضا سياتي بمجد عظيم ليدين الاحياء والاموات ذلك الذي ليس لملك انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الاب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي آمين بارك ومن قال اذكر إلهي سوى يا له أمور ذو علم أشويلا نحن دوك شوينا له خلاصانا دوبينا شلوم الحدود ابن شقته قادشت والويتو أوينا مصر عم حدود بحبه ولو بنخلو تمقدمينا له شبحو توديتو ولا بروخو حيدو لروح حيدو قديشو طوبو صغيدو ماويونو دحاية واتكت يوم سويو إلو خبو جوهر هوشو وبكل زبان العلمين رخمو شلومو الكل خور روحو ديلو خنتل شلومو لحدودي
كلوش القريب نوشخت قدشتو ونهيتو عبد مران والوام من بطار شلمون قدشتو ونهيتو يا من هو وحده رب رحوم ساكن في الأعالي ويتطلع إلى أوضع الأعمال أسبغ بركاتك على الذين تطأوا الرؤوس أمامك أباركهم بنعمة ابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح المسجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين أيها الإله الآب يا من برأفتك الجزيلة أرسلت ابنك إلى العالم ليرجع الخروف الضال لا ترذل خدمة هذه الذبيحة غير الدموية لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلون فلا يكون هذا السر الذي دبر لخلاصنا دينونة لنا لكن واسطة للصف عن خطايانا ولحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح والمسجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين قم شفير قم دحل زايا قم نخفو زايا قم زايو زايا قم قديش زايا قم دين كلنا حي حب بيمنو دود أشرار مريا دانوي دين بتحلى دلو بنفوراي ودف حلتا وقديش تو دخدو مايك سيمون حربي دايك قنهارم يقرايا ودبشينو بشلامو دبحثو حيل طلالاب وماريك الحلايا بكل قريب رحمة واشلامو دبحثو ثاوديثو محبة الله الآب الفريد ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول روح القدس الفرقليط لتكن مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد عمروح ودينا إيسيون والوثمر يا لوشوي وزودق لو دم شبحين حلو وتشميوني شيمي ودلق شوم شمشو وسهرو كلهم كوكبي أرعو يامي بخرر شيمي بورشلي مش مايوني توم ملاخي وريشي ملاخي
ريشان واتو سلطان موت بمروت حيله كروب سق يا عيني واسروف استيتو يا يقفي هونو دبحوف ويقفي عمر غلي فرحين هونو الوطنو مقدسين قعن ومرين قادش تعتد نقابل الموت صبيانو يحلفين حاطو يضحطو ساب لحمو بيدا وقادي شوتو كذا ودي قادي شويمر سبخ المني هنا فار ذحلوف يكون وحلوف ساقية متقسي ومتهب شبقون وضحطوه والحايد العلام علمين أخوات والكوس انساب كذا ودي باريخ سلحة وقاني شويمر سابستو مني كل خون ونودم دحلوف يكون وحلوف ساقية متشد ومتهب شقون وضحطوه والحايد العلام علمين بهذا وصاهم اعملوا هذا لذكري كلما اشتركتم في هذا السر متذكرين موتي وقيامتي حتى مجيئي Oh, yeah.
حينما نتذكر أيها الرب موتك وقيامتك بعد أيام ثلاثة وصعودك إلى السماء وجلوسك عن جانب الله الآب الأيمن ومجيئك الثاني الرهيب الذي تدين فيه المسكونة دينونة عادلة موفيا كل نفس ما عملت فمن أجل هذا نرفع إليك هذه الذبيحة غير الدموية لكي لا تعاملنا بما تستحق آثامنا ولا تجازينا بما تستوجب خطايانا لكن تغمد بجزيل رحمتك ذنوبنا نحن عبيدك فإن شعبك يتضرع إليك مبتهلا وميراثك يتوسل إليك ومعك لأبيك قائلا رحم علي آمين.
أكانوا دم قد شو نفسو ثو فغريت مشتوت فون ذبون لطعينو تفين ذعبو ذي طوبي شرورو دعيتو قادشتو هويد على شو عوضي منوتو أم حسيونو من طرعش يولوي لو متحسنو فاصو من كشله رتقوي عدام الشلومو تسق لغ شبحو توديتو وليحيدو يبروخ والروحو دلو قادش بكون طوبو وسخيدو مع بطحاي وشولو خبوسية هوشو وبكل زمان العلمين برق مور سالين الجاشا افمر اولها عيدون هون رب ودلو قدشا والوف كلنا بوفيفم دبرون دلين Ono net kaimen prishaino yomoedetno aido fo kadisho fo dalot barba wa finyo re enda bre kadishem yakre to fone patriarchodilein Abu Mara Morinatios Ephraim Trayon Abu Mara Mor Tawadoros Trayon Has Yodilein Abu Mor Lilio نت قیمون بالو هم شر کد کل اون آفز کف ارتادوکس ها دوزن شورو تیویلن نویل مرونیز کشف اوریلای سوی لم تهلو الیک اللهم یا من انت قدیر على كل امر عسیر ان تضمنا الى جموع الابكار المكتوبة في السماء فنذكرهم ليذكرون امامك ويشاركونا بهذه الذبيحة الروحانية أملا للأحياء وتشجيعا لنا نحن الضعفاء وراحة للموتى المؤمنين آبائنا وإخوتنا ومعلمينا بنعمة ابنك الوحيد ورحمة روحك الكل قدسه الصالح المسجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين Oh!
Or afraid.
والملفون تنهير وملفون طعينا إلى شمو قديشو دمعامي وملكي وابنا يود إسرائيل نفسو تنشرر الإرسيس ملزون لمباطل والقوم العديل دقدم بمدير اقتحلتو أشولان بيت القديشوم قد شنط قديش ايتيك لوخ شبحو تبديتو مسقينان وليحيدو يبروق والروحو ديرو قديش كل طوبو وسخيدو مع بيت حي وشولو خبوسية هوشو بكل اسبان العلمي الكلون عني دم يمني دب يمنوث الأشرارو من مذبحون وقديشو من أطرانو من كل عطار فنيون قادم شغب وتنيح والوثق الوبد روح الثو وتكون بصار منا نبى ونتكشف من امشي حوديلان او دنساب نشوتون ورحثون وثياب رحمة وساقين شوينون حصاية حوبة وشبقون ودحتو يي ولن ولون ماناي كوتش مياني ثون أزايقني مام وطلت زبني قل يا ليسا ربنا إله الأرواح والأجساد اذكر جميع الذين رحلوا عنا وهم على الإيمان المستقيم نيح أجسادهم ونفوسهم وأرواحهم منجيا إياهم من الشجب الأبدي نعمهم حيث يتلألأ نور وجهك متغمدا ذنوبهم وغير محاكم اياهم لانه ليس بريء امامك سوى ابنك الوحيد الذي بجاه نحن ايضا نرجو الحظ بالرحمه والمغفره لنا ولهم تحطينين ضع
Domik subiono, lotom subiono, bigatot lobi, datu. Chulomo dilan, lohton, atar morio, kanesait hetrig ledagbaik, emat, waiko, waikanot sobeat, balhut, lobehetot, shirotan, اي كانوا ذفوذي اخمد بكلهن نشتابح ونتقال اسمودي لخم يا قرب كول وانبرخو عمد موران يشو عمشيحو وادروحو ذي لو قادش كول طوبو وسقيدو مع بطحاية وشو لخبوسية هوشو بكل اسبان العلمي كتر ادور دورين والكلوم دورين دولمان والمينة من بارخ مول شلومو الكل خون بلتكون مراحم الله الأب العظيم ومخلصنا يسوع المسيح لتكن مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد Oh,
الكنوثة زيوثة لم شمشني شينا Ah
اللهم يا ربنا يسوع المسيح يا من يمجد الكروبيم ويسبح السرافيم ويمجله ألوف ألوف وربوات ربوات الأجناد الناطقة يا من تقدس وتكمل القرابين والأثمار التي ترفع إليك عرفا طيبا قدسنا نفسا وجسما وروحا لكي ندعوك بقلب نقي ووجه طلق يا أيها الإله الآب السماوي ونصلي قائلين أبونا تبشمايو Amen.
المريو لهول طالن نسيونو لو مستيبرونو إلو فاصون من بيشو قد مفقونو نسيونو مقفات نسق لوخ شبحو توديتو لحيدو يبروخ والروحو دي لو قد شكول طوبو وصغيدو مع بيت حاي وشرق بوسيا وشرق كل زبان العلمي من بارخ مو شلومو الكل خون عمرو حديلو من اخدام نسيبوتو بخدوم مريم رحمان ريشي نركي دوم يكبرن والو أمامك تعطى رؤوسهم عبيدك المترجون رحمتك الجزيلة فاسبغ يا رب بركاتك وقدس أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا جميعا وأهلنا لتناول أسرار المسيح مخلصنا المحيي فنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح والمسجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين أمين برخم شلوم الكل رحمدين دتليتو يتو قادشتو ومشابحتو لبريتو يتيوتو ومتو ميتو سخيتو شويات بوسيا يتوي عم كل خونا حاي العلمين ورخ مودي حسو شيل قديشة ولد خايو صديق نتيهبون بالحور شبحوا لابو
لابرو والروح قديش حديث هون العالم علمينا آمين هذا بو قديش عمان قبل العلم وبحنونه آمين هذا برو قديش عمان فرق العلم وبحاشية قريد قنومه هذا روح حي قديش عمان دي توق أمورهم شمليون كل مدم داوتوه نوش مد مريم براخ من علم وادم العلم علمين امين ايه حطوا عنا قديشو حضله شريرو امين قوم مرام بيت ميته شريرو قوم امين المسيح قام حقا قام المسيح قام حقا قام المسيح قام حقا قام ادوك فيرر شيركان اوبستوندس ادوغن ثم ار ليدان دس ريسولتات ثم هرن يسوس اتهردد Med uppståndelse menas den nya skapelsen eftersom den gamla människan dog med sin korrumperade, fördärvade natur och återuppstod med Kristus. Därav blev hon delaktig I den gudomliga naturen eftersom döden blev uppslukad I seger. Med dessa ord öppnas det eviga livets hopp inför oss och skänker oss nåden för att leva uppståndelsen. Genom Herrens uppståndelse förlorade döden sin makt över oss. Satan som jublade besegrades och synden som behärskade över våra liv spikades för evigt på korset. Under fredagen dömde de honom till döden och idag skänker han friheten till de döda som var fängslade I dödsriket. Under fredagen tog Kristus på sig alla våra synder, tvättade bort dem på korset genom sitt dyrbara blod
Oduk istället för oss. Vi i vår tur dog på den tredje dagen återuppstod med honom som en ny skapelse. Så som den heliga Bibeln berättar för oss, liksom alla dör i Adam, så ska också alla få nytt liv genom Jesus Kristus. Under fredagen lindade de honom och lade honom i graven. Och idag lindade han döden och uppstod segrande från de döda. Genom uppståndelsen visade Herren oss sin stora och ofantliga kärlek. Försonade oss med Gud Fadern, öppnade den himmelska dörren och återvände oss till paradiset. Genom uppståndelsen kommer vi efter det jordiska livet att vara i paradiset. Genom uppståndelsen fick vi alla de himmelska välsignelserna. Vi gick från den mörka till den ljusa sidan. Vi fick den sanna vilan från våra lidelser. Och efter att vi var rädda från döden springer vi till den, eftersom den är den enda dörren som tar oss till det eviga livet. Därför är uppståndelsen inte bara en åminnelse som vi firar varje år, utan ett liv vi måste leva för att inte glömma att vi var döda genom våra synder, och nu i uppståndelsen uppstod vi med Herren Jesus som ny skapelse till ett nytt och evigt liv. Under den här välsignade dagen, kära församling, bär vi Herren Jesus skänka er den fullkomliga glädjen, bevara era liv och kröna er med den himmelska välsignelsen. Må Guds nåd vara med er alla. Amen. Al-Masih qama ahabai al-mu'minin min qaddamilkon a'yad mubarake muqaddasi bhal'id al-muqaddas illi kilna fi أموات بخطايانا والمسيح قدم ذاته اليوم على الصليب وأحيانا من موت الخطيئة وخلص أرواحنا ونحن على رجاء مجيئه باليوم الأخير حتى يخلص أيضا أجسادنا ونطلع كلنا سوا نلتقي بالرب يسوع بالفضاء ونكون كل حين معه مثل ما قال بولس الرسول كرمال هيك بيقول عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام أي كلام القيامة أنه تحولت أرواحنا من قبضة الجحيم إلى الفردوس السماوي. عيد مبارك عليكم. المسيح قام. كان بودي أحبائي المؤمنين هالسنة كمان نعيدكم، ولكن بتأسف بعتذر منكم هالسنة كمان ما رح أقدر أعيدكم. إن شاء الله لعيد الميلاد بيكون كل شيء على الأخير انتهى، الكورونا والكل بيكونوا صحيوا، ما بيضل في حدا. إن شاء الله بعيد الميلاد بنعيدكم. بالمقابل اللي بيحب يعطي هديته للكنيسة يتفضل يعطي هديته. بكرة أحبائي المؤمنين القداس الإلهي ثاني يوم العيد رح يكون الساعة 9:30، رح نذكر الأموات المنتقلين إلى السماء. بعد القداس الإلهي رح نزور المقابر الساعة 12:15، 12:15 رح نكون بالمقابر ونصلي على كل المنتقلين إلى السماء. ساعة 1:15 رح نكون بمقبرة إتس شيركو جوردن بأوبلانس فاسبي. ساعة 1:30 رح نكون بهارمر بشيركو جوردن. تفضلوا جماعة المؤمنين تحت نتلي صلاة الاعتراف والمناولة رح تكون بآخر القداس الإلهي. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة فينيقيا قسطنطينيا وإفسس، على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن، وبه تحل وتربط
إني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر. خطيئتي عظيمة عظيمة جدا وأنا نادم عليها ندامة كاملة وقاصد أن لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت، أحرى من أن أقبل الخطيئة. فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، سائلا الله أن يغفر لي بنعمته. أمين. فليرحمكم الرب الإله ويقودكم إلى طريق الحياة الأبدية بقوة سلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه سيدنا يسوع المسيح لرسل القديسين والرسل سلموه بدوره من الخلفاء الأطهار حتى وصل إلى ضعفي وحقارتي. أحلكم من جميع خطاياكم التي اعترفتم بها قلبيا وأنتم نادمون لتقدسون وتسامحون. بشمو دابو دبرو روحو حيو قاديشو حضاله شريرو. أمين. Thank you.
من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بارخ مور. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملكوا حتى يضعوا جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح إنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذي يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم، إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشاً في أفسوس فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب، لأننا غداً نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. بارخ مور. نحذو نشمايو وضو سارعو باقي يوم تذملكم شيحو هاليلويا. بارخ مور عمشي اليوب دي حلطن أقبوثن صوتن اشمع لسبرتوت ملي حيوتو ضالو إيوانجيليون قد يشود موران يشو عمشي حد ميت اقرأ علي شلومو الكل خون أشولان موريالو عمرو حديلو إيوانجيليون قد يشود موران يشو عمشي حد ورزوتم حيونيتم من يوحانس يحو مخرزون ودمخرز حي فرقون ظلمو برخديتو واعتدني تشبحون شلوحي شلحت فرقونان وعلى كل الرحمة والعلمي زبلو خيل بقيوم تيد مران والوهان وفرقو ديلان يشوم شيحو ألوهم لتتحدد بسار من تلتو قادشتو مريم هولندين هو خانهوان أما الآن فإني آتي إليك وأنا أتكلم في هذا ليكون لهم فرحي كاملا فيهم، لتستأصل أن ترفعهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. قدسهم بحقك، إن كلمتك يا الحق. يا أبتي، أن الذي أعطيتني أريد أن يكون معي حيث أنا ليروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. يا أبتي العادل، أن العالم لم يعرفك فأنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وقد عرفتهم اسمك وسأعرفهم،
لتكون فيهم المحبة التي أحببتني وأكون أنا فيهم. شينو وشلومو الكل خون أود ملاخي شمشين الليل in the
نيمار غيدوم شباح ابو وبرو روح حيو قديشو من عالم والدور دور اللي تشبحتو هاليلويا من مذبحوخ محسيون ونحت حسيل عبدايك برالودة الفرقونان واعطيتني تميت النحومان حدود الغنسان العلمين صوت يا رب يمينك الخيل منظور وبارك شعبك المقتبل جسدك ودمك لغد السين غفران الذنوب والصف عن الاثام ربنا والهنا الى الابد نهون رحمه وضاله ربه فرق ذلان يشو امشيحو عالطيني قدشي هولين عاليه بيهون وعالنس بيهون وعال كل من دلي واستوتف مشتوت في نبهون رحمة دتليت ويوت علينا وعليهن بطريهن علمي والعلم علمي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك الغافر الثمين الذي شربنا لا يا رب لا يكونان لنا للدينونة والنقمة بل لحياتنا ولمغفرة خطايانا ربنا وإلهنا إلى الأبد مشكرين الوخ يا مريوم بالرحمة يذوق غلبة مشوي الأخلان شوتو فوتو ذو مخلا يذوق وشما نقلت نسبينا الرزاي ذو خقاديشة إلو تشوينا لروح ذو قاديشة هاول النصيب عم قاديشة والزادي قيمق وعم يمشبحينا لوخ مشكرينا وبريدوخ
روحي ذوق قديشو طوبو وصغيتو مهويونو ضحايا واتكت يوم سويو لقبو جوهر هوشو وبكل زبان العلمي أمين با سلام الكل خون وعمرو حدي لخ من بثار نسيبو ثدروزي قولين قادي شوالوه يوم رحمونو ريشي نركين دمائك أيها الإله العظيم الذي تحار في العقول يا من طاطا السماوات منحدرا في سبيل خلاص جنسنا البشري أشفق علينا وارحمنا لكي نسبحك دائما ممجدين الله الأب والدك وروحك الكل قدسه الصالح والمجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين لك مين يهون ورحتو رهيبو القبر غنونو البخبت يوصوم يوم امرت كاناش دزرقين واو قم لرعيو وعرق ديب صبع اللون Thank you.
شلوم عليكو شلوم عليكو عيد بريخو عليكو توديد مفارج خواد يوم هركي ميعي تود مور يوحانون بفنيثو أو ببواثرود دوسويد مفنيثو دماشتا أعدو خدك حوزيتو وعامو تايمو يعيتو أديما لطوعينات كتيو ويوم ودو سيفوستي أديما دمينا قولوسو رمرومو لسه ديدا دنافيلي سهدي بيوم ودو سيفو تكتوي 24 ويوم ودو سيفو تكتوي 24 بيرحو دان أربعو أديما صادف بيوم ودو قيم تدموران يشوع مشيحو بسبرو دهو قيومو لو عاميدا ودهوزينا حيروثو وحيودو باسيمو وحاي النيحي بثني حيثو بو بنثرو سيدي قولوثو وبو أثرو مقدشو دنابو سيدا تودي نمفارجخو وعدو قد نفقنا ونو عميخو بثر شوتو قد نقحتو قد سايمينا لايف قد نفقينا لقمو ترعو قم صورينا أنوشي كوبن بيعي كوبن حليوثو كوبن ميدوني باسيمي هركي قزانو احنا ستاي قد دخلينا وكتورينا بيعي مشغولينا عملنوشي فوشو عمينا بثر شوتو تودي إليخو عيدو بريخو فوشون بشلومو